يعني دول كاملة تلاقي كلهم حافظين القرآن. أنا رحت الصومال، سبحان الله الصومال دي كلهم حافظين القرآن. إيه ده؟ وما عندوش حفظ القرآن كده يحفظه بقراءة واحدة، بالعشر قراءات. يعني يقول لك حافظ القرآن يعني ختم العشرة. حاجة غريبة. لدرجة أنا قلت لهم إذا كانت الجزائر بلد المليون شهيد فالصومال بلد المليون حافظ. والله دي حقيقة. يعني أنا فوجئت لما رحت الصومال ان يعني شغلهم الشغل هو القران، سبحان الله. طول النهار العيال قاعدين يقروا القران، يقروا القران طول النهار ويلعبوا، يقروا ويلعبوا وبعدين ينام، يصحى ثاني يقرا القران ويلعبوا وبعدين ينام كده على طول. حاجه غريبه الشكل. لدرجه انا مره رحنا في صلاه الجمعه الساعه 9 الصبح زورونا كده ايه الجمع اللي هنصلي في الجمعه، لقينا حلقه قاعده. الحلقه دي بيعملوا ايه؟ كل جمعه يعملوا كده، يبتدوا من بعد الفجر كل واحد يقرا ايه آية 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 ورا بعض كده، يكملوا على بعض، يقوموا على أذان الجمعة يكونوا ختموا القرآن. والله العظيم بيقول لك ليه احنا بنعمل دي كل جمعة؟ مش احنا جايبين لكم الحلقة دي عشان انتوا جايين ضيوف النهاردة تفتيش؟ لا ده دي ده كل جمعة، ده كل جمعة كده على طول. وتلاقي سبحان الله من كتر ما تنت حفظهم تلاقي اللي قاعدين في الحلقة اللي قاعد مثلا ايه يهرش شعره يجي عليه الدور يجيب الآية على ما يترددش، مع إنك تقول ده سرحان، وتلاقي واحد كده التاني يغمزه يكمل على طول ما يغلطش. إيه ده؟ يعني حفظ متين، يعني مش أي كلام. والله بكلمك جد أنا فوجئت أهل الصومال بهذه الصورة رضي الله عنهم جميعا.